عم تقلي ما في محتوى، قناتي لا قلبك دوا، لك تعالوا شوفوا أكل الهوى. انت مين مسلطك علي؟ عم بتشبهني بحالك، أني وينو انت وين؟ لك أني سليمان، ما حدا بيعرفني بعد. لك وعلى شو شايف حالك؟ شايف حالي على 500 سبسكرايب. ولشو ال 500 سبسكرايب يا ابن الناس؟ هولي اخواتي اللي بحبهم كتير كتير. والدنيا منا باليوتيوب. بالعكس بالعكس، لهون وبس. انت ما بتطلع من قدي، ولا انت من خرجي، ولا انت خرجك تكون مضغوط لإلي. لك عم بتشبهني بحالك، اني وين وانت وين؟ مظبوط، انا وين وانت وين؟ انه انا اعلى منك، انا اعلى منك اليوم. انا عندي 500 سبسكرايب، انت ما عندك ولا واحد سبسكرايب. معلش. واذا كنت انت زلمي، جيب ال 500 سبسكرايب، لانك منا قد انت يا خلو. لك اذا كنت زلمي، جيبها للقناه، جيبها. ومش راح اقول لك جيبها، لان ما فيك تجيبها. والله بجيبها وبجيبها، وبعمل على راسك مصيبي يا ابو علي جيها. اسال المامي والبابي، بيقولوا عني حبيبه. ما بدي اسال المامي والبابي، لانه انت فافي. شو فافي؟ انا اول مره بطلع فافي. شو فافي يعني؟ فوفو يا ام العقل. ربك عرف جيبها وجيبه. عم بيقولوا لبسها لولو. معقولة؟ من هاي لولو؟ لولو. لولو. ايه. شو بقول لولو؟ لبسها. لبسها لولو؟ ايه. لمين لبسها لولو؟ للولو. لولو لبست لولو؟ ايام اللولو. ما هلا لولو شو ولا شو مجدرة. ليك؟ قول لي. شو بدي اقول لك؟ قول لي. لك مجد هيدا سليمان عامل قناة على اليوتيوب، مفكر حاله شي زلمه. لك اخو تاي يا زلمه، مش بدك فاهم عن جد؟ او لك بيجيب مشاهدات وتعليقات؟ كان صار لي 5 سنين في المونتاج ما جبتش هذا الشيء كله. شو عم تحكي؟ ايه. معقوله؟ ايه. عنده محبين او لك؟ لا شو جيت تسالني شو قالوا لك يا ابن ماهو للزلمه؟ ما بتعرفه انت، كذا مره عملت له مونتاج. هلا زلمه منعرف. ايه بيدفع؟ ايه بيدفع. يعني انت بتعرفه؟ ايه بعرفه. كيف عم تقول لي ما بتعرفه؟ بس هلا ماني الحشيش ضارب معي اليوم. وان تو ثري. مش هيك. وان تو ثري. انت يلا. وان تو ثري. عم بيقولوا ما في محتوى. تعالوا شوفوا اكل الهوى. لك قناتي لها قلبك دوا. لك على شو شايف حالك؟ على شو يا ابن الناس؟ تعالوا حطوا لك يا ابو هادي. والقناة ما انا بشاي يا ابو هادي. لك على شو شايف حالك؟ وقف شوي بدي لحن على ذوق. عم بيقولوا ما في محتوى. تعال شوف اكل الهوى. قناطي لقلبك دوا. وعلى الشايف حالك. على شو الصفيرة يا جبن الناس انقلعنا. للمضغوطين فقط لا غير. عم بيقولوا ما في محتوى. تعالوا شوفوا اكل الهوى. لك 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 لك. عم بيقولوا ما في محتوى.
تعالى شوفك للهوى لك قناطيل قلبك دوا وعلى شو شايف حالك وعلى شو يا ابن الناس حط لايك واشتراك يا ابو هادي على ايش شايف حالك انا مش شايف حالي حبيب قلبي شوفك الشاشه ومرات الشاشه او وديع عراسي من ابو هادي عن جد والله العظيم مش مازح حبينا نطلع هيك ونضحككم شوي بس انه ما حناش عم يقول ما في محتوى الكل عم يقولوا في محتوى والتفاعل خير الله من 5 دقائق نزل فيديو صار عليه 7500 فيو ينطح فيو بحبكم كثير هودي كواليس بعد في يعني بيجوا نبارون لك وعلى شو شايف حالك وعلى شو يا ابو هادي يا ابن الناس والله مش شايف حالي انا كبرى لا الله انا متواضع